معقول يا جماعة؟ لا 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 هيك كثير جهاد وبالكرفان يا جماعة وراجع على السفر وموجودين باستراحة. متى آخر مرة دخلنا استراحة؟ رجعنا للكرفان بعد انقطاع عنه شهر كامل، شهر كانت عند بيوت أصحابنا في أكثر من ولاية، ولكن الآن موجودين بالكرفان يا سادة. والله العظيم من جوا يا جماعة إنه شكله تغير، فخلنا نشوف شو الوضع من جوا. بسم الله، شوفوا شوفوا عندنا هون يا سادة، هذا هو الضيف الجديد. هاي البسكليت احنا بنسميها بسكليت، شوفوا سموها بطنكم العربي. هاي بسكليت سبورت جدا قوية وجدا رياضية، اهداني اياها ابو نورة قبل ما اطلع من ولاية اوهايو لانه هو مسافر على السعودية، فاهداني اياها، جزاه الله خير يا جماعة. والله صار عندنا بسكليت في الكرفان، صار عندنا اجواء يا معلم، ايش السفر عن جد. وهيونا خريطتنا الرائعة من زمان عنها، هيونا كل أغراضنا، لسه مش كل شيء مرتب، ولكن زمان عن الكرفان، والله زمان عن الكرفان. قديش صلي مش مصور هون، والله أنت اشتقتوا لسلام أكثر مني. فهسا وبعد ما جعنا الكرفان، السلام عليكم أيها الشعب العربي العظيم، ويا أهلا وسهلا في فيديو جديد. اذكروا جماعة الخير وصلوا على النبي. خلينا نبلش فيديو اليوم كالعادي، فيديو مجنون، ولكن هاي مش بداية الفلوج، أنا جايكم من ثاني يوم. خلينا نشوف شو صار امبارح في الليل، وفي نقطتين مهمات لازم تعرفوهم. النقطة الأولى شو وضع الحدود بين الولايات وكيف أنك تلتقي ثلاث ولايات في مكان واحد، هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية شو كان دور الجالية السورية في مدينة لوفيل في ولاية كنتاكي، شو عملت الجالية السورية هناك وكيف أحدث التغيير في الجالية العربية الموجودة هناك. سوريين حبايبنا، فنرجع لورا. رايحين الآن على مكان يقال انه اجمل اطلالة موجودة في كنتاكي. اوكي، شو قصة شو شفتوا يا جماعة هذا الجسر الموجود هون؟ هذا بالاساس كان سكة قطار موجودة فوق، ولكن تحول الى ممر مشاة يربط ما بين هنا كنتاكي وهناك انديانا. يا سادة يا سلام يا سلام يا سلام، جسر رائع يا سادة حرفيا دون استثناء. وهناك الداون تاون تبع لوفيل كاملة، هناك موجودة انديانا. اوكي، هنا شو موجود يا شباب؟ موجود كنتاكي، واحنا فوق نهر شو؟ موجودين فوق نهر اوهايو يا سادة. شوف ثلاث ولايات انت الان واقف فوقيهم. اوكي سادة، هذا هو ظلي، فجاهزين الان نلعب لعبتنا. هنا موجودين في كنتاكي، وهون موجودين في انديانا، واطلع امامك موجود نهر اوهايو، فثلاث ولايات في نفس المكان يا السادة. هذا الشيء اللي بحببني في امريكا، انه قديش في ولايات، وانهن عبارة عن 50 ولاية، وانه كل ولاية بتختلف عن الثانية اختلاف تام، كأنك تقريبا داخل دولة ثانية. ولكن الحلو بالموضوع انه لا يوجد حدود بينهم. قبل ما اسافر انا كنت افكر انه في حدود بين الولايات، ولكن هذا الحكي فش منه نهائيا، تمشي من ولاية بتفوت على الولاية الثانية. فاحنا الان واقفين على ثلاث ولايات يا جماعة. هذا المسجد كامل، شوفوا ايش عملوا الجالية السورية هون. بقول لك هون المنطقة اللي احنا فيها الان مدينة لوفيل، اوكي، اللي موجودة في قلب كنتاكي، وهي اكبر مدينة هون، فيها جالية سورية بشكل كبير جدا. فهذا المسجد كامل كلف ما يقارب 6 إلى 7 مليون دولار لحتى يتم إنشاؤه بشكل كامل، وكانت نسبة كبيرة منها من تبرعات الجالية السورية الموجودة هون في هاي المدينة، وخصوصا الأطباء منهم. فهذا الإشي جدا جميل صراحة، ومسجد جدا رائع. ولكن الإشي اللي لسه موجود نفس البلاد العربية، ألا وهو الأطفال الموجودين على باب المسجد، لسه الأطفال الموجودين هون وزعقوا، فدخلنا جوا المسجد. وتحت مباشرة في الـ private event اللي هو عقيقة، هاي بيعملوها، بيقولوا انه في شخص هون كان عنده اطفال وكان عندهم مرض لفترة طويلة، والحمد لله تشافوا منه، فهو عمل عقيقة لكل الناس الموجودين في المنطقة. هاي هي العقيقة زي ما حكيت لكم عنها، فبيجي بنقل اكل بديه. هاي الشباب هون موجودين المتطوعين كاملين، اكل عربي بحت يا سادة. يا سلام، الناس ما تبرعت مستحيل تلم الفلوس كله من الناس. وهذا هو المسجد من برا، تخيلوا قديش انه في سيارات، ما شاء الله ما شاء الله. وهاي الزينة اللي فوق عملها عم ابو ابراهيم قبل فترة عشان تزين المسجد. في هناك كمان مدرسة اسلامية للطلاب. انه اليوم الثاني والان هو وقت السفر. هذا هو المفتاح يا حبيبنا. يا سلام، طلع الاجواء برا كيف؟ الاجواء فيها رياح قوية نوعا ما، فكانت بتشتي قبل شوية، فخلينا نتحرك. اكيد بتعرفوا الهند في الكرفان كيف؟ الهند في اصبعك زي هيك،
تنزلوا. إلى أين يا سادة؟ إلى ناشفيل تينيسي، إلى عاصمة الموسيقى، رح نقعد فيها ليلة بإذن الله، وبعديها مباشرة إلى تكساس. شوفوا الأشجار الجميلة اللي موجودة على أطراف الشوارع. كرفان قديم 1977، عمره 45 سنة. دخلنا فيه 28 ولاية بفضل الله، الهدف 50 ولاية يا سادة. فتحرمش حالك من هيك مناظر، تحرمش حالك من هيك رحلة، واشترك بالقناة ولا تكون قاسي على نفسك، هيك استمتع، استغل الفرص واشترك بالقناة يا سيدي، فانها فرصة لا تعوض يا حبيبي. هيك ايش عاد جاهز، بس اشترك بالقناة واستمتع برحلة حول ولايات امريكا لحتى نستكشف ادق التفاصيل. فانا ماشي على مهلي ولا هذول مسرعين، انا ماشي الان 50 مايل، فانت احسبها 50 مايل، اكتب لي تحت في الكومنتس 50 مايل كم كيلومتر الساعة، هاي هي سرعتي طبعا. ضل ساعة ونص لحتى نوصل عاصمة الموسيقى ناشفيل، وهذا أحلى جزء بالنسبة إلي، ألا وهو جزء القيادة يا سادة. أنا بحكي سادة كثير، وهو تكريما لكم ورفع مقداركم وشأنكم يا سادة، لما أقول لكم يا سادة فأنا بحب هالكلمة، هيك بحس يا سادة إشي أكابري، وهذا الإشي اللي أنتم تستاهلوه. اوكي انت وين يا جهاد؟ انا موجود في عاصمة الموسيقى بناشفيل تينيسي، هاي ولاية يا جماعة دخلناها قبل مرة وصورنا هذا المكان، ولكن المرة الأولى كانت في شغلات كثير مختلفة، ألا وهي هاي البسكليت. هاي البسكليت هذه جديدة وأنا الصراحة بدي أجربها، هذا سبب خلينا ننزل هون، والسبب الثاني إنه في ناس هون جديدة على القناة، فخلينا نورجيها كمان عاصمة الموسيقى كمان مرة. والشغلة الثالثة ألا وهي إنه المرة الماضية لما جينا كانت الدنيا شتاء، فكان شبه فاضي، وهالمرة صيف. والحلو بالموضوع إنه الآن يوم الاثنين، يوم الاثنين يعني زي في الوطن العربي كأنك تحكي الأحد، الكل مداوم. فخلص السبت والاحد ويكند، والاثنين اول يوم دوام، فخلينا نشوف. والله يا جماعه متحمس. قبل ما اتحرك في البسكليت خلينا نعمل لكم فيها تور خفيف لطيف يا اخوان. هاي البسكليت ما شاء الله عليها بسكليت رياضيه جدا، وتقطع مسافات جدا كبيره. هاي هون موجود الكشاف، هاي هون موجود الجرس، هاي هون البريكات، وهاي هون برضو الغيارات، بدك تحط غيار ثقيل او غيار خفيف زي ما بدك. هون عندك شنطه لحتى تحط فيها كل اغراضك، شنطه هون، شنطه على الجهه الثانيه، هون مكان التلفون، ولكن هاي علاقه تلفون ثاني برضه، هاي العلاقه تعتبر افضل يعني ثابته 100% يا جماعه، يعني الشغل احترافي 100%. وهاي برضه اعطاني رمزها لحتى اذا صفيت يعني في اماكن معينه انك تثبتها ما تنسرق. هاي هون الضوء الخلفي بتشغله بتطفيه، طبعا هاي الشغلات لازم تكون موجوده في البسكليتات عشان ما تتخالف من الشرطه يعني والامور هاي. لا هاي عن جد لازم متفاهم عليها. هاي اسمها مطارة مي في الأردن، شو بتسموها عندكم في بلدكم اكتبوا لي تحت في الكومنتس. فهاي الار في موجودة هناك، وانا طلعت من خلال هذا الدرج، وفي هون مسارات للدراجات وذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا الشيء جدا جميل. عاد الفكرة الان كيف ما اهز الكاميرا وانا بسوق، لكن عندي الموضوع. هذا الجسر اللي بوديك على الداون تاون الموجود هناك. خلينا نحلل الوضع الان. موجود هون صاف البسكليت، وموجود عند عاصمة الموسيقى يا سادة، هذا هو الداون تاون الخاص بناشفيل. وقف ورا، لك البريك مش مجاوب، البريك مش مجاوب، اوه بريك مش مجاوب. اوكي 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 اقطع الشارع، يلا مش مشكلة بسيطة. اوكي الحمد لله عدت على خير، الحمد لله اني متعود اسوق بيد واحدة، الحمد لله. هاي الشرطة والاسعاف، اول ما تسمع الصوت هذا وقف وقوف تام، لا تتحرك نهائيا الا ما يتحرك. هذا الشيء جدا معروف في امريكا هون. هذا هو الشارع عاصمة الموسيقى في تينيسي وخصوصا في ناشفيل. كيف الفيديو قطع جهاد من هناك ورجعت عند الكرفان الان؟ يا جماعة هاي يمكن ثالث مرة او رابع مرة ارجع للكرفان، البطارية خلصت وانا هناك ورجعت وجبت بطارية ثانية، وبس وصلت هناك برضه البطارية رجعت خلصت بدون ما تصور يمكن دقيقتين، كأنه ربنا بيقول لي لا تصور هناك يا جهاد، لأنه هناك عبارة عن شارع ويمينك وشمالك كلها حفلات ومراقص وامور زي هيك، ما في شيء مميز. وبقول لك اي واحد هون بده يبرز في الغناء بيجي على هذا الشارع. واذا حابب تشوف تفاصيل اكثر انا صورت فيديو قديم على اليوتيوب، روح شوفوا يا جماعه. وفي فيديو اليوم عملنا كل شيء، رحنا على الحدود ورحنا على مسجد، وايضا سقنا في البسكليت ورحنا عاصمه الموسيقى. فهيك انتهى الفيديو اليوم، فاذكروا يا جماعه الخير وصلوا على النبي، اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام.